معانا في أول فيديو كده جابوا لي العصاية بتاعت المصاصة، سخنها، جاب تلاتة وتناهم كده، لزقهم على القلم، شنيو فكرة حلوة، اعملهم زي مضرب. لا حلو، لا فكرة حلوة دي. طبعا جاب بغاية شيل السن بتاع الباجل، قطع بيه. فكرتك حلوة دي، بقى فنان. وصل السلك في الإعلام، وصل السلك في القلم التاني، تمام. يشغل في هولندا، واو فنان. شغل لندا بالقلم الرصاص، ده فكرة حلوة دي. دي كاكولا مديحها من فوق، جاب شنيو حط في بنطة، جاب بيضة، ده فكرة حلوة دي. خلي الصفار لوحده والبيض لوحده. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.